بلدية وكاتحاد، وهون أنا موجود لحتى أكد التزامنا بهالمشروع. والمشروع نحن شركة فيه كاتحاد بلدية منطقة الدير الأحمر. أنا بدي وجه تحية لرؤساء النادي السابقين ولا مؤسسي النادي اللي ما تركونا ولا مرة، بكل مرحلة كنا دايما نستشيرهم ويدلونا على الطريق الصحيح. كيف بيقولوا كل ما واحد فتح مدرسة سكر سجن، هون نحن كمان كل ما فتحنا نادي إن شاء الله بنسكر كتير إشياء عاطلة موجودة بهالمنطقة. بين عام 1955 يوم تأسس نادي دير الأحمر الثقافي والرياضي، وعام 2016 لما نوضع حجر الأساس لمبنى النادي الجديد، بيكونوا 61 سنة مرقوا من التضحيات، الصعوبات والتحديات. هالنادي يلي أعيد افتتاحه عام 2013 رجعت له الحياة ليكفي مسيرة ساهموا فيها كتار ويبني فوق التضحية نجاح ونجاح. نحنا كان بالنسبة لنا مثل الحلم، ونحنا يعني أردنا إنه يكون هيدا الحلم حقيقة. كنا عارفين الطريق كتير صعبة وكتير متعبة، بس بوجود الشباب نحنا الأكيب الله يعطيهم ألف عافية كلهم، نحنا يعني أكيب متجانس، عنا الالتزام، عنا التصميم، وكنا عارفين شغلة انه فينا نوصل للهدف اللي بدنا اياه، بس الله خير يكون عنا الارادة والتصميم. وهيدا مشروع كتير مهم وكتير حيوي للمنطقة ولولادنا بالدرجة الاولى. يعني بدي اقول لك شغلة، اذا ضيعت ابنك ولقيته ورا الطابة بالملعب احسن ما تضيعه وتلاقيه بمحلات تاني، هيدا صراحة. نحن ناطرين هلا مشروع جديد تبع نادي تنصير نلعب بالنادي صيف وشتاء. مشروع سقف النادي كان على طول هدف كل الهيئات الإدارية اللي تولت إدارة النادي من لحظة تأسيسه. نحن كهيئة إدارية جديدة منتخبة عم نكمل اللي عملوه اللي سبقونا. الحلم بمشروع نادي مسقوف لدير الأحمر اليوم عم بيصير واقع بفضل فريق عمل متجانس متكامل. اشتغل، حضر المشروع، حضر الأوراق، قدمناهم لمشروع بلدي 250 ألف دولار رح يترجموا على الأرض بمشروع نادي متكامل خلال أشهر قليلة رح بيصير حقيقة، وهو مشروع بتستفيد منه كل منطقة دير الأحمر. مرسي مشروع بلدي، مرسي اتحاد بلديات دير الأحمر. نشاطات نادي دير الأحمر الثقافي والرياضي بتستمد لونها من اسمه وبتتوزع بين ثقافية مثل عرض الأفلام، الكرمس، إعادة أحياء دبكة دير الأحمر التراثية وغيرها كتير، ونشاطات رياضية من خلال تنظيم دورات كرة السلة، كرة الطاولة، كرة القدم، وتدريب فرق من الناشئين والمحترفين لكرة السلة. وإن شاء الله الفكرة، الحلم اللي نحن عم نحلمه من بعد ما نعمر النادي ونخلص، الحلم هو قديه فينا نعمل أكاديميات بالضيعة فوق، قديه فينا نعمل مدارس صيفية تعلم رياضة، وقديه فينا نفتح فرص وشغل للأشخاص خصوصا شباب ضيعتنا اللي عم بيدرسوا عم بيعملوا عم يتعلموا تيصيروا أساتذة سبور، قديه فينا نساعدهم على أنه كمان يشتغلوا فوق بالضيعة كرمال المدارس الصيفية تنقمي الجيل أحسن وجيل رياضي أحسن. أكثر من 45 ألف نسمة موزعين على 17 بلدة بمنطقة دير الأحمر ناطرين يستفيدوا ويشاركوا بمختلف نشاطات النادي بمبنى الجديد. هالمبنى يلي تصممه فق رؤية عصرية ما بتشبه الحرمان يلي تعودنا عليه، وبمساهمة أيادي خيرة كتيرة. بعد حجر الأساس للنادي الجديد صار فينا نقول إنه دير الأحمر ما بينقصها شي لتكون حجر الزاوية لمنطقتها. الملعب بيجمعنا،